يا سلام يا سلام يا كل سلام. شواية ولها نظام معين، ولكن حيكون البريسكت حقي هذا هو الآن آخر. أهلا وسهلا بكم. طبعا اليوم جبنا عم خليل الإكسبرت والخبير في موضوع تدخين البريسكت. طبعا احنا بنتكلم معكم دحين 6 الفجر بعد ما خلصت البريسكت معانا، هنتكلم بالتفاصيل عن كيفية تحضير البريسكت المدخن. اليوم مرينا في الأمور دي كلها، ظبطنا الشواية، تكلمنا عنها، تكلمنا عن الفحم وكيف نعمله، ورينا كيف نعمل تريم وتقطيع للشحم على اللحمة، اشتغلنا على الأبازير اللي حطيناها طبعا. صح، ما شاء الله كان يوم مرة حافل وطويل. عم خليل، طب ليش دائما الأفارقة لهم صلة كبيرة بالسموكينج؟ دائما نشوف أمريكا الأفارقة هم اللي بيعملوا سموكينج هم لهم بصمة مرح في الحقيقة قوية في الموضوع ده، والشيء ده جاء بسبب أنه كانوا هم مستعبدين في هذه الفترة. أوكي. والإنسان المستعبد أو الإنسان الفقير دائما بيحظى بقطعة اللحمة الصلبة القاسية مقارنة في ده بيروح طبعا للأثرياء أو لمن استعبدوهم، ولكن بتفضل هذه قطعة لحمة البريسكت القطعة الصعبة. فكان عشان يقدر يوصلها إلى درجة من الليونة إنه يتبع معها أسلوب التدخين اللي هو مدة طويلة على مدة طويلة على حرارة واطية وخوها تحت الأرض، حتى يعني في حفرة كده معينة وبأسلوب معين. هذا يرجع أصل السموكرز زي ما قلنا عم خليل، إيه الحاجة أم الاختراع. أيوة الحاجة أم الاختراع. كان لابد إنه هناك تكون في وسيلة إن إحنا نحول هذه القطعة القاسية إلى قطعة زي الزبدة. وسبحان الله الآن أصبح الكل بيستخدمها، صح، بيدور على البريسكت ويبغى يأكل البريسكت، لأنه فعلا لما بتتدخن وبتنطبخ لساعات طويلة الكولاجين اللي فيها لما بتحول إلى جيلاتين بيدي طنكها مرة مميزة. ما شاء الله. وهذا اللي حنشوفه دحين. طبعا تكلمنا عن تاريخ اللحمه وكل شيء، الان احنا ناخذكم على الخطوات كامله كيف نعمل البريسكت من الاساس. يلا نرجع. وان شاء الله يا جماعه دحين عم خليل حيورينا انواع الحطب المختلفه اللي حنستخدمها. طبعا خليل انت هنا ما شاء الله تبارك الله شايف كذا نوع خشب، ممكن تشرح لنا؟ هو احنا مو شرط نستخدم كل الانواع المتاحه هنا، الانواع المتاحه هنا الغايه منها انها بتوضح مقاسات وانواع حطب. لما اتكلم عن انواع حطب بتكلم على فليفر أكثر ما بتكلم على حاجة معينة، هي مسألة نكهة. فطبعاً يفضل أنك ممكن نستخدم لها هذا النوع اللي هو النشارة الخفيفة. طبعاً عندنا الحجم الثاني اللي هو بيسموه الفيست أو الشنك. طبعاً يعني الطريقة اللي حنستخدمها اليوم إنه عندنا فحم، والفحم ده حنبدأ نولعه شوية شوية وحنكهه بشوية حطب. حنشرح طبعاً ما في شك إن إحنا حنشرح كيف الطريقة اللي بنستخدم بها هذه النوعية. طبعاً كل شواية وليها نظام معين، ولكن إحنا الآن مع شواية روسل الألمانية، شواية غنية عن التعريف، هنتعامل معاها وفقا للديزاين وفقا للطريقة اللي ينصح التشغيل بيها. حطيت فحم عم خليل، ليه حطيته بالطريقة هذه؟ حطيت الفحم بهذه الطريقة وعملت فراغ في النص، حطيت بداله هذا السطل بحيث اني احط الفحم المولع داخل هذا الفراغ. الان شلنا السطل وحطينا الفحم المولع بداله، عملت الفحم المولع حطيت عليه شوية من الفحم الغير المولع ووزعته بالشكل اللي يضمن لي عملية احتراق منتظمة. الآن معايا الحطب وحبتدي أوزعه بالطريقة اللي تسمح لي إني أدخن تدخين منتظم وتدخين يكفي عملية الطبخ لمراحلها الأولى. وبراعي إني أوزعه بهذا الشكل. خلاص يا عم، إحنا قفلنا الشواية صح؟ مظبوط، قفلنا الشواية. احنا عبينا مويه هنا دحين عشان خاطر تدينا ترطيب لعمليه الطبخه الطويله، وفي نفس الوقت يكون حاجز عن درجات الحراره العاليه. بعد ما طبقنا الشوايه الان هنا عندي دامبر او فتحات تهويه للشوايه، يفضل انها تكون على طول مفتوحه وما اتحكم فيها اني اقفل او اوسع الا لما بدي اخفض درجه الحراره. شوايه روسل كمان مجهزه بتحكم في الحراره من خلال ادخال الهواء، فكل ما كانت الفتحات مفتوحه كل ما دخل الاكسجين كل ما ولع النار اكثر. احنا طبعا الان في البدايه نبغى نحصل على اكبر قدر من الاحتراق لين نوصل لدرجه الحراره المطلوبه اللي حتكون بحدود 225 فهرنهايت الى 270 فهرنهايت. ودحين جت مرحله التريمينج مع عم خليل. التريمينج يا جماعه هو ايش يا عم خليل؟ بس ممكن تشرح لنا موضوع التريمينج؟ التريمينج هو تجهيز البريسكت عشان خاطر انها تدخل على السموكر، لانه البريسكت زي ما احنا شايفين فيها اجزاء كثيره من الفات نبغى نتخلص منها بحيث ان احنا نحصل على قدر معين لا يتجاوز
هذا القدر من الفات فوق اللحمة. اوكي الان انا هبتدي اجهز البريسكت واشيل الاكسس الزيادات في الشحم واحاول اخذها شكل منتظم. اهم شيء انك تهتم بالتفاصيل الصغيره. حيكون البريسكت حقي هذا هو الان اخذ البرفكشن لعمليه التدخين. بقينا الان ندخل في مرحله التبزير. التبزير. طيب ايش عندنا في التبزير هنا؟ بس ابغاك ممكن تقول لنا ولا هل هو سر؟ ما في اي سر. التبزير باختصار بسيط، ملح خشن مع فلفل اسود. هذه هي التبهيره حقتك؟ هذه هي تبهيرتي اللي انا بشتغلها. ابتدي دائما في تبزير البريسكت بالاطراف ويدي كده محطوطه عشان خاطر اضمن انه كل الاطراف جاء عليها، ولا تخافوا من الكميه هذه. It is like a competition. خلاص الحين كده جاهزه، نطلع على السموكر على طول دحين نحطها. ما عندنا اي شيء اللي احنا ندخله على السموكر. يلا ونتوكل على الله. يلا نشوفكم فوق. كده الان اصبحت درجه الحراره جاهزه انه الشوايه نقدر نتعامل معاها. وحتى الدخان زي ما احنا شايفين كيف اصبح لونه ازرق وشفاف وهادي، ما هو الدخان الابيض اللي ممكن ينعكس بشكل سلبي على الاكل. عشان الحراره جايه من تحت هحط البريسكت على الجزء اللي فيه الشحم هو اللي تحت، واحاول احطها بالشكل اللي ابغاها تنضج عليه او تستوي عليه. كده نحن نقول لها نشوفك بعد 12 ساعه. 12 ساعه بالضبط. مع السلامة. خلاص على كده. يلا اشوفكم ان شاء الله بكره. الان بعد 5 ساعات ما شاء الله اخذنا اللون المهجوني. طبعا لسه كمان قدامها كمان 5 ساعات. طبعا في هذه المرحلة اللي بنطري عليها فنبتدي نديها موية. بس موية. في ناس تحط خل، انا افضل الموية. الآن بعد ما عملنا عملية الترطيب البسيطة دي هنرجع مرة ثانية نقفل الغطاء ونتركها كمان ساعة. كمان ساعة. احنا على فكرة حنلف الآن ببوتشر بيبر، انا ما الف بورق الألمنيوم. الألمنيوم حيعرق البريسكت بزيادة وحيخلي البارك الخارجي مرة طري، واحنا نبغى البارك الخارجي يكون فيه شيء من ال من ال من ال ما اقول يقرمش، لكن على الأقل يكون لي التكشر حقه. وحابين انه هذا اللون المهجوني لما يتقل بشيء بسيط، ما يصير مره سودا. نبتدي عمليه الرابينج. الان احنا بعد ما عملنا رابينج للبريسكت او بمعنى صح لفيناه بالبوتشر بيبر، بنرجعها مره ثانيه للسموكر. اوكي. على اساس تكمل عمليه الطهي حقها وتوصل الى درجه حراره داخليه 200 فهرنهايت. 200 باذن الله. طيب يا جماعة خلاص نشوفكم بعد 4 ساعات. إما كان 5 إما كان 6. 6 ساعات. طيب يعتمد على حسب الظروف وكيف الأمور تمشي. طبعا بعد ما استوت معانا اللحمة بعد 11 ساعة تقريبا وصلت حرارتها 200. إيش سوينا يا أم خليل؟ أول ما وصلت 200 شلناها وحطيناها برا وعملنا لها ريست. عملناها ريست طبعا لابد البريسكت إنه تتعمل لها ريست عشان كل السوائل اللي فيها ترجع مرة ثانية. أيه. وتقدر تبتدي تقطعها. قبل كده البريسكت بتكون شادة، أو لو قطعتها هتخرج كل سوائلها برا وللأسف الشديد هتصير ماسكة بعدين ما هتصير ماسكة. يا جماعة الريحة يعني احنا ما حطينا أي صوص، بس ملح وفلفل أسود، بس الريحة كأنه كده باربيكيو صوص قدام يعني. سبحان الله. إيه ما في شك، وهذه علامة إنه البرودكت الحمد لله عندك الاشارات الاولى. طبعا احنا ما احنا شايفين ايش تحت الورق عشان نقدر نشوف ايش تحت الورق. هي شويه حتكون شويه زروطه لكن عاد يعني ايش. عموما احنا حنبتدي شايفين الجوز اللحم قديش ما شاء الله تبارك الله. يا سلام على الجمال. يا سلام. الجقل شايفين الليون يا جماعه، شايفين التندرنس هنا الفلات وهنا البوينت. دحين حنبتدي نقطع البريسكت. طبعا البريسكت ليها طريقة تقطيع مخصوصة. في البداية احنا بنحب ناخد سكشن في النص يا سلام. ما شاء الله تبارك الله. شايفين الجوز يا جماعة؟ شايفين الجوز؟
شايفين الجوس؟ أنا ما بضغط ترى يا جماعة. شايفين كيف يدربين؟ هذا البوينت. ما شاء الله تبارك الله. وهذا الفلات سموك رينج داير ما يدور. شغل. وهذا. أوكي. شوفوا يا جماعة جمال. شيء يعني ما وصلت لكم الريحة. هذه البريسكت، هذا الفلات. بقول لك كذا مقطع بخير، خلينا نشوف قديش هي مهرية ليهم عشان يقولوا ما هي مستوية. يا سلام. شايفين الريان يا جماعة؟ الشيء خيالي عقيدة. ايه رهيب عمر. لو لاحظتوا كانت البريسكت كذا قطعناها وطلعنا سلايس من الفلات. الآن بنقطع البوينت. ولي تقطيع مختلفة لأنه زي ما قلنا هي عضلتين ركبة على بعض وكل واحدة ماشية في اتجاه. فتقطيعته بنحولها 90 درجة زي كده. وبنجي. وهنا حنلاحظ التكسير مختلف تماما عن هذا. التكسير مختلف تماما عن البوينت. مختلف. شوف هنا كيف وشوف هنا كيف. هذه مليانة دهون. هذه مليانة دهون وهذه تقريبا هي أحلى حتة في البريسكت. خلينا أدوقك شريحة منها. بس كيف السكينة معك؟ روعة ما يحتاج. والبريسكت كمان ما تبغى سكينة تزبط الصراحة. خلينا أدوقك منها وصلة. أدوقني بالله وصلة الله يسعدك. أهم شيء. هذه يعني من أحلى الحتت اللي ممكن. خلينا أوريك حاجة بسيطة. شوف يا جماعة يا جماعة. شوفين يا جماعة كيف مهرية. عشان اللي بيقول لك يمكن هذا اللي اسمه سموك رينج يا جماعة. اللي بيقول لك ما هي مستوية. شوف كيف تنهري. كيف ما هي مستوية. دوق عاد. روعة. بالذات دي الحتت. خيال خيال. خيال. لا صوص ولا اي حاجه ولا صوص ولا احتاج لشيء. الحين احنا قطعنا مجموعه من الفلات وقطعنا شويه من البوينت وعملنا الشوبت اللي هو ميكس ما بين ده. كثير بيقولوا لي انت بتحط صوص. لا، هنا الصوص الطبيعي حقه. شوفوه هذا الصوص هو حقه الطبيعي اللي بدي النكهه للبريسكت. انت متى محتاج الصوصات؟ شو هنا صوص. واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات. انا كنت معكم علي باشا. سلام.